السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. شاب مصري يصنع الحدث داخل القطار بكلامه عن القضية الفلسطينية. تابعوا معنا هذا الفيديو. علموا اولادكم ان الحديث عن ارض فلسطين انما هو حديث عن العروبة. أيها الناس، أقول لكم كلمة واحدة، علموا أولادكم أن الحديث عن أرض فلسطين إنما هو حديث عن العروبة. علموا أولادكم أن الحديث عن أرض فلسطين إنما هو حديث عن العزة. علموا أولادكم أن الحديث عن أرض فلسطين إنما هو حديث عن الأخلاق وعن العقيدة. علموا أولادكم أن الحديث عن أرض فلسطين إنما هو حديث عن الدين وحديث عن الشريعة. علموا أولادكم أن الحديث عن أرض فلسطين إنما هو حديث رائع، ولكن لما؟ علموا أولادكم أن الحديث عن أرض فلسطين إنما هو للإنارة ليس للإثارة. علموهم أن الحديث عن أرض فلسطين إنما هو للتوعية وليس حديثا للتسلية. وعلموا أبناءكم أننا هاهنا في مصر على طول تاريخها وعلى عمق حضارتها إننا ننظر إلى القضية الفلسطينية على أنها أم القضايا، وننظر إلى القدس على أنه عاصمة فلسطين الأبدية الأولية الدائمة السرمدية. علموا أولادكم أننا إذا ذكرنا أرض فلسطين فإننا نذكر مسكن الأنبياء ومنبت العلماء ومنبع الأوفياء ومجلس الأتقياء الأنقياء. إن أرض فلسطين لها مكانة عظيمة. علموا أولادكم أننا إذا ذكرنا أرض فلسطين فإننا نذكر المسجد الأقصى، وإذا ذكرنا المسجد الأقصى فإنه أولى القبلتين، ثاني المسجدين، ثالث الحرمين. أرض فلسطين لها مكانة عظيمة. علموا أولادكم أن أرض فلسطين كانت فيها أحداث البداية وستكون فيها أحداث في النهاية، وكانت فيها أحداث ما بين البداية إلى النهاية. علموا أولادكم أن أرض فلسطين إنما هي أرض الرجال، ولكن لما؟ لأنهم وقفوا أمام الباطل يدافعون عن أرضهم، يدافعون عن دينهم، يدافعون عن الحق. علموهم أن هذه هي أرض فلسطين. وأقول رسالة إلى كل فلسطيني، أيها الفلسطيني المعتز بتاريخك، المعتز بحسبك ونسبك، إذا سألك أحد الناس وقال لك من أنت، فقل له وكن شامخا وبكل فخر، ألا وإنني من بلد الرجال، ألا وإنني من أرض فلسطين، ألا وإنني من مكان تسمع فيه صوت الأذان، ألا وإنني من أرض قد انتشر فيها الإيمان، ألا وإنني من أم قد أرضعتني لبن الحرية، وأب علمني حب فلسطين من الأبجدية. وقل شامخا وبكل فخر، فلسطين عربية إلى يوم الدين، فلسطين عربية. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في القدس. اللهم إنا نسألك العزة لأهل غزة. اللهم إنا نسألك العزة لأهل غزة. اللهم إنا نسألك العزة لأهل غزة. اللهم إنا نسألك نصرا قريبا وفتحا مبينا. اللهم إنا نسألك نصرا قريبا وفتحا مبينا. اللهم إنا نسألك صلاة الفتح في المسجد الأقصى. اللهم إنا نسألك صلاة الفتح في المسجد الأقصى. اللهم إنا نسألك صلاة الفتح في المسجد الأقصى. اللهم أرنا في قتلة الأبرياء يوما أسودا. اللهم أرنا في قتلة الأطفال يوما أسودا. اللهم لا ترفع لهم في غزة راية ولا تحقق لهم في هذا العالم غاية. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا نقول إلا ما يرضي ربنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد اجتمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أسأل الله أن ينصرهم دائما وأبدا، وأختم بالصلاة على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.